مشروع المركز الجهوي التقني للاستيتي لمسان من بين برامج الاتحادية، اللي هو على كل حال كما ترون في الانتهاء، 99% من مرحلة بيتون. هذه هي كما ترون الناس هنا على قدم وساق، ونتفكر باللي أننا بدينا في شهر ماي، بدينا الأشغال، وراكم تشوفوا الموقع تاع هذا المركز. المركز الجهوي عنده أبعاد وطنية ودولية لاستقطاب كذلك الأجانب ومختلف فرق، سواء فرق وطنية منتخبات أو فرق اللي تمارس في البطولة الاحترافية أو الهوية. ضف إلى ذلك الأكاديمية اللي كذلك عندها سون بلوك وعندها تكوين من طرف المديرية، متابعة لاصقة من طرف المديرية الفنية، وكل هذا الشيء هذا إن شاء الله يعمل في إطار سياسة التكوين اللي كل واحد يهضر عليها، والاتحادية على رأسها السيد زرشي يعملوا فعلا تطبيق ما انتخبته الجمعية العامة في دورتها الغير عادية. لا يخفى على الجميع فإن الملاعب وهي اللي نعاني منها نقص فادح. أنا هذا المركز يحتوي على 5 ملاعب، هناك ملعب بفوتسال مغطى، وهناك 3 ملاعب عندهم المقاييس الدولية في من عشب اصطناعي وعشب طبيعي، وكذلك ملعب صغير الحجم من نوع العشب الاصطناعي. هذا هو عصب هذا المركز اللي سوف إن شاء الله يستقطب كل الذين يهتمون بالتكوين.